مكملين اكيد باخر فقره من صباحنا. اكيد رح وصلنا على فقره كثير مهمه فرح، وهي طبعا خلق جو مريح للطفل حتى قبل ما يدخل على الروضه، وهالشيء ممكن يكون بالمنزل حسب الدراسات الاخيره، انه خلق جو مريح للطفل ممكن يساعد بتنميه مهاراته وابداعه. هالموضوع رح نجاوب عنه طبعا عليه وكثير من الاسئله الضيف عامر البزنا مهندس معماري، لنعرف منه كيف فينا نخلق هذا الجو لو بالمنزل لاطفالنا. يسعد صباحك يا عامر. صباحك يا رب يا هلا. كيفك اليوم؟ صباح الخير. كيفك عامر؟ تمام. هلا نحن عم نحكي عن موضوع شوي ممكن كثير من الامهات ياجلوا لحتى الولد يكبر ونعمل الغرفه والمساحه الخاصه فيه، لكن بالبدايه خلينا نعرف منك قد ايه مهم نبدا بمرحله عمريه مبكره لنختار للطفل مكان خاص فيه حتى لو قبل ما يفوت على الروضه او المدرسه. تمام. هلا بدايه مثل ما قلتي اخر دراسات وصلت انه اليوم الطفل قبل ما يدخل على الروضه او قبل ما يدخل على اول مرحله تعليميه بحياته كثير مهم انه يكون عم يستفاد من الحاله المنزليه او التعليم المنزلي بشكل اخر. بمعنى انا اليوم الطفل عنده بده يبلش يحكي، بده يبلش يمشي، بده يبلش يتفاعل مع المحيط تبعه، كثير مهم تكون بهالمراحل بدايات هالمراحل تكون مرتبطة بشيء أساسي موجود عنده ضمن البيت. يعني أنا لما بدي يبلش يحكي لازم يبلش يحكي صح، لما بدي يبلش يتفاعل مع المحيط لازم يبلش يتفاعل صح، وهذا الشيء بيلعب دور كتير كبير المكان اللي موجود فيه الطفل بداية من غرفته لننتقل للبيت بشكل عام للمحيط الأكبر. فأنا كتير مهم أني أنا أعتني بغرفة الطفل لحتى لما يدخل على المدرسة سواء بمراحل الروضة أو مثل ما قلنا أو المراحل اللي بعدها فوراً، كثير مهم انه انا لما يدخل يكون جاهز لحتى يستقبل يتفاعل مع العالم المحيطة تبعه سواء من رفقات او من معلمين او من مدرسين، وهذا الشيء ما بيقدر يكتسبه الطفل الا من خلال وجود اشياء تفاعليه عنده بالغرفه عم تساعده لحتى يتفاعل مع المحيط تبعه. نعم، عامر شو الاشياء، شو الالوان اللي لازم تكون موجوده بغرفه الطفل؟ هل لازم يكون له استقلاليه بالسنوات الاولى؟ يعني انت بتحبز يكون عنده استقلاليه بالغرفه؟ شو الممنوع شو المسموح؟ تمام. لانه في اشياء بنعرف طبعا ممكن تسبب له عزله كمان، صح. يضل قاعد صح. بغرفته ما صح. يطلع منها، فخبرنا شو المساحات المريحه لحتى فعلا الطفل يتفاعل مع غرفته ومع اهله. هلا بدايه اي طفل لما بينولد هو متعود على بيئه رحم الام اللي هو رحم صغير، مكان صغير خاص فيه، فانا دائما بنحبذ انه تكون اصغر غرفه بالبيت هي غرفه الطفل لانه بيعتبرها مثل مملكته الخاصه، انه انا فتت على هذا المكان مكان خاص فيني وعلى حجمه كبيره. تماما بالضبط. واذا بنلاحظ دائما تصرفات الاطفال بالمرحله العمريه الصغيره انه هو بيسحب المخدات تبع الكنبايه وبيعمل منهم بيت صغير له، صحيح. فهذا الشيء لحاله بيدفعنا لننتبه انه تصرف الطفل هو بحاجه لمكان صغير ليس بمكان كبير. يعني اول شغلين بعد عن الغرفه الكبيره. تماما، بعد عن المساحات الكبيره. المساحات الكبيره حتسبب له مثل ما قلتي عزله، حتسبب له خوف احيانا. يعني في بعض الطفل بعض الاطفال كثير لاحظنا انه مثلا بعد ما خلصنا تصميم الغرفه وحنسلم الشقه طفل انه فات على الغرفه انصدم انه مع العلم تكون الغرفه بابهى حله بس الغرفه كبيره. فبس هلا هون كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه ما تكون كمان كثير صغيره، يعني بالنهايه الطفل بده يكبر فانا بدي ارجع واكب يعني حجم عمر الطفل، فانا بدي انتبه لهي النقطه انه ما تكون كثير صغيره وما تكون كثير كبيره. تمام. كمان الموضوع الالوان، اليوم موضوع الالوان كثير مهم، دائما الامهات او الاباء بيتوجهوا انه نحن بدنا نعمل غرفه اولادنا الوان اصفر واخضر او وأحمر رسومات كرتونيه ورسومات كرتونيه وهيك. هلا هذا الشيء منه خطا بس بنفس الوقت منه صح. ليش؟ لانه انا الطفل بده يكون قاعد ببيئه مريحه. تمام. انا اليوم الالوان الفاقعه، الالوان الضايجه اللي هي الاحمر الاصفر الفاقع عم بتسبب توتر للطفل بدون ما يحس. يعني هو اليوم نحن ما بنعرف نحن كاشخاص بالغين بنعرف حالنا انه نحن قاعدين بمكان مريح او لا، بس الطفل ما عم يعرف هو شو السبب وهو ليش ما له مرتاح بهذا الفراغ. صحيح. فكتير مهم ناخذ التدرجات اللونيه الاقرب للفاتح، الاقرب للابيض، يعني انا ممكن اخذ اللون الحليبي، اخذ اللون الاخضر الفاتح، الاصفر الفاتح، الاحمر الفاتح، الازرق، كل الازرق الفاتح. تماما. هلا وجود لون واحد بالغرفه كمان هو لون ممل، فانا بحاول نوعا ما نوع هالالوان وفق ورق الجدران اللي بدي احطه، فانا كمان لابد اني استخدم ورق الجدران ولو بحائط واحد فقط.
طبعا كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه تكون اشكاله بسيطه، ممكن يكون في رسومات كرتونيه بسيطه ما تكون معقده. هلا بعض الاحيان عم يكون الطفل هو نفسه عم بيشارك بديزاين هذا الحيط او الوول بيبر اللي بدنا نحطه، كيف؟ نحن بنخلق له جدار فارغ، بنقول له هذا الجدار مخصص لك لترسم عليه، يعني اليوم تصرف الطفل بشكل عام هو صغير انه هو بحاله بيمسك هذا الشيء. عفوا عامر، اليوم عم يكون شبه مرفوض عند اغلب الاهالي تماماً. نحن نخلي ولد يرسم على الحيط، لانه بالنهايه نحن عفوا تعبانين على الحيط ودافعين عليه مصاري، هي اول كلمه بقول لك اياها، بس نحن اليوم لما نكون مجهزين الحيط او الجدار هذا اللي بدنا نرسم انه الطفل يرسم عليه، فانا اكيد ما حيكون عندي مشكله، بالعكس انا هون عم يساعدني الطفل انه هو يكون بيئته اللي هو بيرتاح فيها. هلا احنا انا بشوف مثلا فرح على اليوتيوب او كذا انه في بعض العائلات مثلا باوروبا بيخلوا الطفل انه صغير ما بيعرف يرسم يحط بصمات ايديه على الحيط احيانا تماماً. انه بس مشاركه يعني تماماً. بتعطي منظر حلو انه هي بصمه ايدك انت وصغير مثلا. صحيح، غير هيك انه احيانا مثل ما قلتي كمان المشاركه، مشاركه الطفل بالغرفه مو بس ببصمات، احيانا ممكن يتابع نموه، يعني انا اليوم مثلا اول ما ولد الطفل بلش يوعى شوي انه انت اليوم طولك مثلا هالرقم هذا، حنشوف بعد شهر بعد شهرين بعد سنه، فبكون تدرجات الطول كمان موجوده على الحيط، فهي حلو. هذا الجدار كثير مهم بالغرفه، كثير يعني كثير شيء مهم لنفسيه الطفل بالمرتبه الاولى، ونفس الوقت انه احنا ما نمنع الطفل من انه يمارس شيء اجباري بده يعمله، يعني انا اليوم لما عم بمنعه انه يرسم على الحيط حيلاقي اي شغله يرسم عليه، حيلاقي اي شغله يعملها ورا الكنبايه تماما، ورا الكنبايه يرسم، كل ممنوع مرغوب كل ممنوع مرغوب، فكثير ضروري انه اليوم ما نمنع الطفل بس بنفس الوقت ما نعطي كمان يعني مجال كثير كبير لحتى يبلش يرسم وين ما كان. تمام، فكثير مهم انه نفهمه هذا الموضوع. تمام، فهي الشغلات الاساسيه الموجوده. كمان الشيء انا برايي هو الاكثر اهميه من كل هالتفاصيل هو الاضاءه. الإضاءة مو بس تعطيني مثلا وساعة للمكان أو ضيق للمكان، لا بالنهاية الإضاءة لها دور مهم بتنمية الطفل. أنا عندي بشكل رئيسي ثلاث أنواع للإضاءات، اللي هي أول نوع هو الضوء المعماري أو بنسميه ضوء السقف المركز، يعني مثلا تريا أو تنتين، ممكن سبوتات موجودة بالسقف، هي بتساعدني لتعطي إنارة عامة للغرفة. هلا المرتبة الثانية وهي الأهمية كمان بالنسبة لك أهمية كثير كبيرة هي الضوء المركز، اللي هو بيكون مركز على سطح العمل سواء دراسة أو حتى تلوين. أنا المهم إنه أنا لما الطفل عم يرسم أو عم يعمل أي فعالية يكون مرتاح، تكون عينه ما عم تكون مجهدة، يعني ما عم يجهد عينه بسبب إضاءة خافتة أو أي شيء. طبعا بالمرتبة الأولى قبل أي إضاءة صناعية هي إضاءة ضوء الشمس. فأنا كمان كثير مهم إني أنا لما بدي قسم البيت سواء بيت جديد أو بيت عم عيد تأهيله أني أنا انتبه على غرفة الطفل تكون عم يدخلها شمس، بس عم يدخلها ضوء الشمس وليس أشعة شمسية. حكينا فيها كذا مرة بمقابلات سابقة أنه نحن دائما الجهة الشمالية هي الأفضل بتكون كتوجيه لغرف الأطفال أو بشكل عام لفعاليات الأطفال. فكمان الإضاءة كثير عم تلعب دور بفراغات الأطفال بشكل عام. نعم. تمام. كمان عامر اليوم ما بننكر قديش الناحية المادية صعبة. صحيح. على كثير من الأشخاص، وفي أهل واعيين لهذا الموضوع، فده بيقدروا يمكن عن طريق يمكن إعادة التدوير لديكور غرفة الطفل أو حتى يمكن الاستفادة من أشياء بسيطة ما بيخطر لنا أنه إحنا ممكن نستفيد منها لحتى يعملوا ديكور حلو ومرضي إلهم ولا طفلهم. صحيح. هلأ كتير منواجه هيك حالات الصراحة، أنه أنا عندي جاني طفل بس أنا وضعي المادي منه كتير مريح، فأنا بدي حاول أمن بيئة مريحة لطفلي بنفس الوقت بشيء أنا ما أتضايق فيه ماديا، فانا بروح لعند الشخص على شقته على بيته انه شو الفراغ اللي حابب تحوله. والله عندي مثلا احيانا بتكون برندا مقززه او بيكون فراغ صغير، بشوف الاب كئيب انه الغرفه صغيره بدي كبر، بقول له لا ما في داعي، نحن اليوم في عنا طرق انه نحن بترتيب الفرش ضمن الفراغ نقدر نوفر مساحه لعب اضافه لمساحه دراسه بس يكبر بمرحله عمريه معينه، اضافه لمساحه النوم او لفراغ النوم. يعني اليوم ابسط الامور نحن ممكن نامن نرفع السرير لا مستوى اعلى اذا كان طبعا ارتفاع السقف بيسمح، لحتى امن تحت السرير منطقه لعب او منطقه دراسه. هلا اضافه انه نحن مثل ما قلنا فينا نستخدم الشيء الموجود عندنا نعيد ترميمه نعيد تاهيله، يعني بجوز تخت قديم نعيد يعني بتعديلات بسيطه يصير مناسب لطفل. ممكن مثلا طفل دائما بحاجه لصناديق خاصه فيه يجمع فيها اغراضه سواء العاب او اغراض دراسه او اي شيء ثاني، فانا ممكن استخدم صناديق الكرتون اللي بتجينا مثلا صناديق الاحذيه صناديق اي شيء صندوق كرتون ممكن يعني نستخدمه بيومنا الطبيعي نعيد نعطيه للطفل له هي الصندوق لونه
ممكن نستخدم ورق الكورنيش، ممكن نستخدم كرتون نغلف فيه هذا البوكس، فنحن عم نعمل نوعا ما إعادة تدوير. كمان ممكن نستخدم وكتير بنشوفها على الإنترنت اللي هي البساط أو الشيء اللي مصنوع من جمع عدة أقمشة. مثلا أنا عندي والله فرضا قميص خرب أو كنزة خربت، أنا بوصلهم ببعضهم بتعطيني شيء نوعا ما كثير حلو. يعني انا لما بحط الهلبسات على الارض عم يعطيني هيك تتناغم الالوان الموجوده فيه، عم تعطيني شيء مبهج للطفل يستمتع فيه الطفل. تمام. كمان يعني بالمرتبه الاولى كنوع من التوفير او نوع من الاقتصاد خلينا نقول، كثير مهم اليوم انه انا بدي بعد الطفل عن الاجهزه الالكترونيه قدر المستطاع. كلنا بنعرف ارتفاع تكلفه هي الاجهزه الالكترونيه وزياده الطلب عليها من قبل الاطفال. انا لما امن يعني الطفل ما بتحب ينحط كمبيوتر او بالمراحل الاولى اكيد لا ادمان عم بيصير تماما، لانه بالمرحلة الاولى حيكون شوف الاهالي فرح دائما اهم زاويه هي الزاويه مشان يلتهي عنهم، مع الاسف غلط. بس هو هذا الشيء غلط، لانه بالنهايه الطفل بهي المرحله بحاجه لاهله، بحاجه ليتفاعل مع الاهل، بحاجه يتفاعل مع اشخاص موجودين بالحياه الواقعيه اكثر من انهم موجودين بالفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي اللي احنا عم نعيشه كلياتنا. يعني اليوم اغلبنا فقدنا هذا التواصل المباشر بيني وبين شخص انا بتواصل معه من خلف شاشات، فانا اليوم كشخص بالغ قادر اني انا وازن بين التفاعل المباشر وبين التفاعل غير المباشر، بس الطفل ما عنده هي الامكانيه، فحيضل هو حيصير شخص انعزالي، حيصير شخص غير قادر على التعبير عن نفسه الا من وراء الشاشات، وهذا الشيء كثير خطير للطفل بصراحه بالمرتبه الاولى، على الطفل خطير وخطير على مجتمعنا بشكل عام. طبعا. لما اليوم اطفالنا عم تفوت على المدرسه ما لا قادره تتفاعل مع بعضها بسبب استخدام المفرط للاجهزه، انا كشخص ما بحبذ وجود حتى جهاز او جهاز الموبايل او اي لابتوب او بي سي او اي شيء كان، اي شيء من الاجهزه التقنيه ما بحب يكون موجود بالفترات الاولى، وان كان موجود فهو موجود لحتى ليعلم شيء، ليزيد اضافه تعليميه للطفل وليس لاعمل له حساب على الفيسبوك او على الانستغرام. هذا الشيء او حتى الالعاب اللي عم يلعبوها الاطفال تماماً. يعني كمان كثير بتضر، بضلوا ساعات عم تاذي النظر وعم تاذي كمان حتى النفسيه، ما عم تلاقي في تفاعل مع غير الأطفال. مع العلم انه في يعني موجود العاب على 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 التاب او علي بتساعد كثير الطفل ليزيد التفاعل، يعني ممكن تساعده على النطق، ممكن تساعده على اي شيء ثاني، بس احنا اليوم ننتبه، يعني فرضا حبينا نجيب تاب او حبينا نجيب موبايل ننتبه شو عم ننزل للطفل. ما نعطي صلاحيه دائما، كل الشركات العالميه اللي عم تصنع الاجهزه الموبايل دائما في شيء اسمه كيدز مود او الوضع الخاص بالاطفال، هذا الوضع ما انحط عن عبث، انحط عن دراسات انعملت انه انا ما بدي الطفل يفوت على كل شيء بالموبايل، لا في شيء معين بده يفوت عليه ليتعلم منه ويطلع فقط لا غير. وبنشوف طبعا كلياتنا فيسبوك انستغرام اي وسائل تواصل اجتماعي في حد معين للعمر لحتى الطفل او حتى الشخص يفوت ويكون ضمن هذا الجو، لانه بيكون شخص قادر يتفاعل بمحيطه العام قبل ما يتفاعل مع محيطه الافتراضي. نعم تمام. كمان الاسئله اللي شوي يمكن بتخطر على بال اغلب الامهات، نحن عملنا هذا الديكور اوكي ضل سنه وسنتين وثلاثه بعدين نحن حابين نغير، قد ايه مهم نحن انه الطفل بمل اكيد مثل الكبير، فقد ايه مهم يمكن نغير لو بترتيب الاساس بالنسبه لعين الطفل بالنسبه لذاكرته، هذا الشيء قد ايه حلو يكون موجود كل بين فتره وقتان لو فترات طويله. تمام. هلا الطفل قولا واحدا حيمل، وفترات الملل عند الاطفال هي اقل بكثير من فترات، يعني احنا بجوز نضل شهر لنمل من القطعه، الطفل حيمل بعد اسبوع، حيقول لك انه انا داخلي من هي اللعبه بدي لعبه ثانيه، داخلي من هذا الكفر تبع التخت بدي شيء ثاني. دائما مو بالضروره نغير اماكن الفرش، لانه بالنهايه في فرش ثابت لا يمكن تغيير مكانه، احيانا الاسره احيانا الخزن يعني بتعيق الموضوعات خاصه اذا كانت المساحه صغيره، فانا هون ممكن العب على الموضوع اني انا مثلا ممكن غير الكفر تبع التخت اللي هو الحرام الوش المخده، اعطيه شغلات جديده. في شغلات كانوا يعملونها تعملها والدتي انه لما كنا صغار نقيم قسم من الالعاب نخبيها بعد فتره نرجع نطلعها تماما، بعد فتره نرجع نضب اللي موجود نرجع نطلع شيء الشيء المطلوب، عشان احنا ما نضل عم نجيب شيء جديد خاصه بالوضع الحالي الاسعار كثير مرتفعه. فدائما العمليه هاي الطفل عم ينسى شو عنده، مثل لما نحن بنضب ثيابنا الصيفيه بنجي بنطلع نتفاجئ انه نين انا عندي هالقميص او عندي هالكنزه، نفس المبدا لما بضب انا الالعاب القديمه يعني بقيمها طبعا بدون ما يحس الطفل انه انا قمت شيء من العابه، بقيمها على جنب مثلا شهر شهرين برجع بضب اللي موجود برجع بطلع له شيء جديد، فهو لحاله حيرجع يتفاعل مع الشيء.
خاصة انه في بعض الالعاب بنشتريها ما بننتبه للسن الموجود تمام. على اللعبة، انه احيانا في العاب مو هلا وقتها، يعني لها وقت مثلا من 5 إلى 6 سنين غير الالعاب اللي من 2 إلى 3 سنين. فقولا واحدا انا بدي واكب العمر الموجود على هي اللعبة، لانه الطفل اللي عمره 2 مو مثل الطفل اللي عمره 6 سنين، خاصة أكيد. بالوضع الحالي اللي احنا فيه هلا الطفل عم بيكون اذكى من قبل، يعني الطفل بسبب الشيء اللي وصلنا له التكنولوجيا والقصص الطفل عم يكون ذكي بشكل تلقائي. فانا بدي انتبه كمان على هذا الموضوع، ما بدي اجيب له لعبه بايخه اللي كنا نحط الاشكال كمان، يعني بدي شيء يكير يكون تماما يعلمه، بس بالمستوى مو اللي نحن ربينا عليه، بالمستوى اللي هلا موجود تمام. المستوى الحالي العاب الذكاء اللي هلا دارج تماما تماما بالضبط. يعني خلصت عامر؟ يعني عامر هي الافكار الكثير حلوه، وهلا صيف يعني يخرج الواحد يعمل ديكورات قبل الشتويه، الوان وما الوان تعطي طاقه كمان صحيح، ويعني كثير مناسبه هالفتره انه ما في روضات حتى للام تماما بلش بقى تظبط هي المعاناه تبع فرح. اكيد بدنا نقول شكرا لك يا عامر على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله هيك بحلقاته الجايه بنحكي اكثر عن كيف بنعيد التدوير، نركز على هي القصه صحيح. حتى نعمل ديكورات جميله للمنزل. شكرا لك يا هلا. شكرا كثير عامر وكل التوفيق لك. شكرا لك.